بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نحمدك اللهم ونشكرك أن جعلتنا في أمة محمدية أحمدية. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وفخم على حضرة محبوبك وعلى أهل بيته المكرمين وعلى صحابته أنجم الهداية الغر المحجلين وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سادة المشاهدون، نحييكم من قناة الشروق وعبر برنامج لطائف. فالله لطيف وحبيبه لطيف وشرعه لطيف، وحتما تأتينا اللطائف. وموضوع حلقة اليوم هو الأخوة والمحبة في الله، وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن نهتم بها، روح التآخي والتحابب في الله. ويكفي التآخي والتحابب في الله مكانة قول المولى عز وجل في الحديث القدسي: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لقراءة الجمهور، فأصلحوا بين إخوانكم، قراءة سيدنا الحسن عليه السلام. وفي قراءة ابن جرير: فأصلحوا بين إخوتكم، لمختلف القراءات، قراءة الجمهور: بين أخويكم. التآخي والتحابب والإصلاح ذات البين مطلوب، وفي هذا الزمن كثر التناحر والتنافر ونعرات القبلية دخلت، لابد أن نصحح هذا الوضع بإنزال المحبة التي أمر بها المولى عز وجل والتي أمر بها حبيبه صلوات ربي وسلامه على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول عمل قام به حينما دخل إلى المدينة المنورة بنى المسجد، أو ما يعرف بالجامع. والجامع ما سمي بالجامع إلا أنه جمعت فيه كل شؤون وأمور أهل الإيمان وأهل المحبة. داخل المسجد تقام الصلوات، وتقام الشورى، وتعقد الزيجة، وتخرج الجيوش من داخل الجامع للأمر الجامع للمسجد بمفهومه الشامل الكامل. النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يؤسس للأخوة ويبين للأمة أهمية الأخوة والتحابب في الله، أول عمل قام به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد تأسيس المسجد النبوي الشريف هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقبله آخى ما بين الأوس والخزرج. آخى بين الأوس والخزرج، كونت طائفة الأنصار، النبي آخى ما بين المهاجرين وما بين الأنصار، خلاهم لحمة واحدة. في دار سيدنا أنس بن مالك خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 90 صحابيا، جمعهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بينهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة التوارث، إنه الأخ يورث أخاه في الله، لغاية ما نزل قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضه أولى ببعض، بنسخت الأمر بإنه الأخ يرث أخاه في الله. لكن كان الأمر وصل لدرجة إنه الأخ يرث أخوه في الله، إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى. دي بتدل على تعظيم أواصر المحبة والخوة في الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آخى ما بين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا خارج بن زهير، وآخى بين سيدنا عمر الفاروق وما بين سيدنا عذبان عليهما الرضوان، وآخى بين سيدنا عثمان بن عفان وبين سيدنا أوس بن ثابت، وآخى بين سيدنا بلال بن رواح وبين سيدنا أبي رويحة الخذعمي.
وصل الأمر في خلافة سيدنا عمر للتحابب والتآخي الأخاوي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سيدنا بلال وسيدنا أبي رويحة الخذعمي، إنه سيدنا بلال بن رباح كان له ديوان في الشام. لما خرج سيدنا بلال للجهاد، سيدنا عمر قال لسيدنا بلال: ديوانك في الشام بتوصي به لمنو؟ سيدنا بلال قال له: أوصي به لأخي وحبيبي في الله أبي رويحة الخذعمي، وإلى يومنا هذا في ديوان في الشام موجود لآل خذعم. ده هداه سيدنا بلال لسيدنا أبي رويحة ميراث كامل ومحبة كاملة وتواصل تام. وآخى سيدنا رسول الله ما بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن الربيع. فاصل قصير لنعود وصلا بالكثير. عدنا والعود أحمد. تم التآخي ما بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وما بين سيدنا سعد بن الربيع. دايرين نشوف هنا تربية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واللطائف في هذا التآخي، لأنه برنامجنا يهتم باللطائف، لطائف التآخي والأخوة السامية ما بين ساداتنا الصحابة. سيدنا سعد بن الربيع كان من كبار تجار المدينة، تاجر ليه وضعته المعلومة والمميزة، القوة الاقتصادية الضاربة. سيدنا سعد بن الربيع كان يمثل قوة اقتصادية ضاربة، كان رجل أعمال، قوافله تجوب المشارق والمغارب. تم التآخي بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاء من مكة المكرمة ما معه شيء. سيدنا سعد بن الربيع قال له: يا أخي، ما دام سيدنا النبي آخى بيناتنا، أرحكك معي للدار. عزموا زي ما بنقول بلغة السودانية، عزموا لداره، أخرج له زوجاته الأربعة، مرق له ومرق ماله كله. قال له: ديل زوجاتي كله وده مالي كله، ما أخفى عليه شيء، لا أصفر لا أبيض لا ذهب لا فضة، ما أخفى. ومرق زوجاته، مش يعني عزل له اثنين من السمحات ومرق اثنين ثانيات وقال لي أنا بزوجك ديل، لا، خلى الخيار لأخوه في الله. ودي ده وضع صعب جدا، تتكون ناس انت متزوج وتقوم انت تقوم تطلق واحده من نساوينك وتديها لرجل ثاني، يمكن انت تنقي الجميلات منهم والوسط ولا تدي لي اخو، لا، هنا ادى الخيار كله للاخ في الله. لطيفه من اللطائف، اثر، وده ده ده ايثار عالي جدا. قال لي: تلك زوجاتي، اختر منهما اثنين تعجب وطلقها لك، وهذا مالي كله، فخذ نصفه، خذ مما تحب. يثار عالي. وشوف زي ما سيدنا سعد بن الربيع حافظ على حق الأخوة بكل تلك اللطافة، كمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رد على اللطافة بلطائف، بدعوة، لأنه دي بيمتلكها. قال لي: بارك الله في أهلك يا أخي، وبارك الله في مالك، دلني على مكان السوق. قال لي: الله يبارك في أهلك زوجاتك، والله يبارك في مالك، أنا لا داير من زوجاتك ولا داير من مالك، بس وريني درب السوق. فعلا سيدنا سعد بن الربيع اخى سيدنا عبد الرحمن هو وراه اسرار التجاره. بعد شويه بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف قوه اقتصاديه ضاربه. معلوم سيدنا عبد الرحمن بن عوف قوته الاقتصاديه وتجهيزه للجيوش وبره باليتامى وبره بامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده لطيفه من اللطائف، الاخوه والمحبه في الله. نجي لصورة أخرى من صور التآخي والتحابب في الله، وسيدنا النبي آخى ما بين سيدنا سلمان الفارسي عليه الرضوان وما بين سيدنا أبي الدرداء. نبي آخى بيناتهم وتولدت بيناتهم محبة في الله، محبة عالية، محبة رباها سيدنا النبي وضعها في قلوب سادات الصحابة، محبة ما يعني قصاد غرض معين أو يعني محبة معلولة، لا، محبة صافية نقية لوجه الله تعالى، تآخي لوجه الله، تحبب لوجه الله تعالى. فسيدنا سلمان الفارسي في يوم من الأيام لقى يعني زوجة أبي الدرداء شعثاء غبراء، ما مهتمة بروحها، يعني زي ما بقول كده بلغتنا الدارجة، ما مهتم بروحها، غبشة. فقام سألها، قال لي: مالك الحاصل عليك شنو؟ قالت لي: والله أخوك أبو الدرداء صوام بالنهار
قوام بالليل، يعني بالنهاية نهاره ده كله صايم، وطبعا الصايم ما بيقرب زوجته، وبالليل كله قائم، فأنا مهملة. فسيدنا سلمان وصلته الرسالة، لكن بعد ذلك كيف يوصل الرسالة؟ ده هنا بقى، هنا ده فهم عالي جدا، كيف انت تعالج مشاكل الاخو بدون ما تمس فوقه اي شيء يعني من احاسيسه او تدني من كرامته، لا تحافظ على هذا تلك الاحاسيس وتلك المشاعر بكل لطف وبكل رقه. ف جه لي سيدنا ابو الدرداء وقال لي يعني انا الليله جاي عليك وتضيف لي 3 ايام، لانه حق الضيافه 3 ايام، وده احد يعني متعارف عليه عندنا في السودانيين، بيقول لك حق الضيافه 3 ايام. جاء قال لي انا تستضيفني 3 ايام. ففعلا في اليوم الاول طبعا بالنهار سيدنا ابو الدرداء صايم بالنهار، وضع الطعام لسيدنا سلمان. سيدنا سلمان قال لي ما تاكل معاي؟ قال لي لا والله انا صايم، وطبعا صيام تطوع ليس صيام فرض. ف قال لي والله كده ما ينفع، ما واحد من اثنين، يعني اما انا اصلا ما اكلت اواصل معاك في الصيام وانا جعان ما بقدر، يا اما انت تكرمني وتاكل معي انا جعان والله، يا اما انا اذا انت اصريت انا اصوم معك وانا والله ما قادر، يا اما انت تاكل معي. فهنا قالوا سيدنا ابو الدرداء عليه رضوان ففطر، فطروا غصبا عنه. وبالليل سيدنا سلمان رقد، سيدنا سلمان رقد او سيدنا ابو الدرداء دار يقوم لقيام الليل. فقام سيدنا سلمان قال لي مالك؟ قال لي والله دار اقوم الليل. قال لي والله انا يا اما انا اقوم معك وانا تعبان ما قادر على القيام، يا اما ننوم سوا، لكن انا ما دام انا ضيفك والله انا مرهق ما بقدر. فهنا قام سيدنا ابو الدرداء نام، اوقفوا من الصيام واوقفوا من قيام الليل، استمر الامر ده 3 ايام. فهنا سيدنا ابو الدرداء مش اشتكى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يعني انا والله يعني استضفت اخي الى سلمان لمده 3 ايام، وقفني من الصيام، وقفني من القيام. والنبي تبسم قال له يعني كنت اخوك سلمان ده عمل العمايل دي؟ قال لك شنو؟ في كلام قالوا لك او في رساله ده يوصل لك؟ قال لي نعم. قال لي ماذا قال لك؟ قال لي قال لي اخي سلمان لبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولضيفك عليك حق. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لي صدق حكيم الأمة، صدق حكيم الأمة، صدق حكيم الأمة. إكبا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كنية وأعطى لقب لسيدنا سلمان، هو حكيم الأمة، لأنه الصيام ما يؤثر على الحقوق الزوجية ولا القيام يؤثر على حقوق الزوجية، تؤدي للمولى عز وجل حقه بدون أن تؤثر على حق المخلوق، ده اسمه الشخصية المتوازنة. هنا سيدنا سلمان الفارسي بحق هذه القوة وصل رسالته بطريقة لطيفة، تحمل ما تحمل من اللطائف وتحمل ما تحمل من المعاني. الله لطيف وحبيبه لطيف وشرعه لطيف. يحييكم برنامج لطائف، وإلى حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.